وبينما تستمر مراكز الاقتراع باستقبال الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، تتنافس نحو 900 مرشحة عراقية على 83 مقعدا نيابيا في البرلمان ضمن نظام الكوتا. مشاركة المرأة عنصر أساسي في العملية الانتخابية بلا شك، ولكن إحصائيا وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي حلول العراق في المرتبة 70 عالميا من أصل 192 دولة، من حيث تمثيل النساء الذي يصل لنحو 25% في البرلمان العراقي وفقا لنظام الكوتا المعتمد ضمن القانون الانتخابي الجديد. معنا الآن من أربيل مراسل الحرة سرمد القاص. صباح الخير سرمد، يعني ضعنا في البداية في أجواء الساعة الأولى من الاقتراع، هل هناك إقبال وفق ما طرى على التصويت؟ بالفعل هناك إقبال محدود نظرا لأننا نتحدث عن الساعة الأولى التي انقضت أو ساعة ونصف تقريبا انقضت من عمر التصويت، وبالتالي طالما أنه تصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، وبالتالي للمواطنين فسحة للتصويت على اعتبار أن كل المراكز هي قريبة من دور السكن، وكذلك قسمت المحافظات أجمعها إلى دوائر انتخابية. كما هو ملاحظ الآن عملية اقتراع تجري بشكل حي، يدخل الناخب يسلم المستمسكات المطلوبة كذلك بطاقة الناخب، ثم من المفترض أن يدقق أو تدقق هذه المستمسكات، وبعد ذلك تذهب إلى موظف آخر يعمل على الأجهزة التي تعتمدها المفوضية فسحة لمراقبي الكيانات. كذلك أيضا يراقبون عملية التصويت في كل المحطات الانتخابية، نتحدث مثلا في هذا المركز الذي نتواجد فيه 4 محطات، وبالتالي عدد من مراقبي الكيانات، كذلك في محطات أخرى داخل المركز الواحد. كما ترى الآن يعني هذه العملية التي تجري، مراقب الصندوق ومسؤول التعريف كذلك أيضا مصدر الأوراق، يعني هذه العملية التي تجري كما نصت عليها المفوضية، جهاز لمسح البطاقة بشكل إلكتروني، كذلك أيضا بعد ذلك تدقق من قبل موظف آخر أو موظفة أخرى للأسماء، يعني يدققون الأسماء الواردة في السجلات في سجلات المفوضية في هذه الدائرة مثلا، وهذه تنطبق على كل الدوائر الانتخابية، كل المحافظات، كل المراكز والمحطات، وبالتالي في حال عدم وجود الاسم يعني هناك حل آخر لضمان تصويت هذا الموظف. كذلك أيضا فيما بعد ننتقل إلى مراقب الصندوق الذي يشرف على وضع ورقة التصويت في داخل الصندوق بشكل إلكتروني طبعا، ومن ثم قبل هذه العملية أيضا تسبق عملية التصويت بواسطة قلم أعدته المفوضية خصيصا للاقتراع، ومن ثم بعد ذلك تذهب الورقة إلى صندوق الاقتراع، بعد ذلك ترحل هذه الصناديق إلى المركز في محافظة أربيل ثم للمركز الوطني في بغداد تمهيدا للعدوى الفرز اليدوي والإلكتروني. فيما يتعلق بمحافظة أربيل، قسمت هذه المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية، 498 مركز اقتراع، كذلك أكثر من 1,000,000 شخص ينتخبون في هذه المحافظة، يعني يتنافس في هذه المحافظة 15 نائب في البرلمان، يعني حصة هذه المحافظة هي 15 نائب، كذلك أيضا السليمانية، أيضا فيها عدد من النساء، بالتطرق إلى النساء فيها عدد من النساء السليمانية تتنافس فيها. سرمد، يعني بالحديث عن المشاركة أو مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ماذا عن عدد المرشحات في دوائر كردستان، وهل هناك أي إقبال من قبل الناخبات للتصويت للمرشحات من فئة النساء؟ فيما يتعلق بعدد النساء، سجلت السليمانية هي المدينة السكانية الأكبر في إقليم كردستان، وكذلك المدينة الأكبر من ناحية المقاعد، وكذلك أيضا المدينة الأكبر من ناحية تمثيل المرأة. سجلت في المفوضية 23 امرأة مرشحة من ضمن 65 مرشح، تقريبا نتحدث عن نسبة 40% من هذه النساء هي في محافظة سليمانية. دفعت الكتل السياسية في هذه المحافظة في إقليم كردستان عموما، دفعت بالنساء. لماذا؟ لأنها تريد أن تحوز مقاعد أكبر من 25% في البرنامج.
عمان. إذا ما كنا نتحدث عن التمثيل الرقمي للمرأة 83 امرأة من حقهن أن يكون في البرلمان، لكن الكتل السياسية تحاول أن تصل إلى أكثر من هذا العدد على اعتبار أن الكوتا وكذلك أيضا تصويت الناخبين لهذه النساء يمكن أن يزيد من عدد النساء في إقليم كردستان خصوصا وكذلك في العراق عموما. إذن السليمانية هي صاحبة الحظ الأوفر فيما يتعلق بعدد النساء، يعني نسبة 40% أقل منها أربيل إلى حد ما، لأنها دفعت بوجوه أولا جديدة من قبل يعني أعضاء في الأحزاب هنا في إقليم كردستان وكذلك أيضا قيادات من هذه الأحزاب سواء الحاكمة أو الأحزاب الصغيرة أو حتى الأقليات إذا ما كنا نتحدث عن الوجود المسيحي في مدينة أربيل مثلا. كذلك أيضا محافظة دهوكية أيضا كانت على خط ترشيح مرشحات نسوة من هذه المدينة، وبالتالي في عموم إقليم كردستان هناك حالة من قبول النساء بالنسبة للتمثيل. إذا ما كنا نقول بأنه وهذا وهو معلن بأنه رئيس برلمان إقليم كردستان هي امرأة، وهذا ما يتغنى به إقليم كردستان بأنه منح المرأة تمثيلا جيدا بالنسبة لها بخلاف ما تمنحه بغداد فيما يتعلق بالمناصب الرئاسية الثلاث البرلمان والحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية. على كل هذه المعلومات وعلى هذه الجولة الحية أيضا من أحد مراكز الاقتراع في أربيل، أشكرك شكرا جزيلا من أربيل مراسل الحرة سرمد القاص. بالحديث واستمرارا في الحديث عن النساء، طبعا يعني كنا تحدثنا عن تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وهو ما يعني أن النساء سيشغلن 83 مقعدا فقط من أصل 329 مقعدا نيابيا، وهو ما لا يتناسب طبعا مع عدد النساء في المجتمع الذي يتجاوز 50% وفق إحصائيات رسمية. بالفعل وحاليا يتنافس نحو 950 مرشحة من أصل 3200 مرشح للبرلمان، ونحو 162 منهم ترشحنا بشكل مستقل بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية، في حين تنافست في الانتخابات السابقة عام 2018 نحو 2000 سيدة في السباق الانتخابي. الوقت ما زال أمامنا اليوم، اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم من أجل العراق. هذا التغيير تنتظره النساء في العراق أكثر من غيرهن، حيث تواجه المرشحات سلسلة من الضغوط تتصاعد مع اقتراب توقيت الحسم واستمرار عملية الاقتراع. تحديات التنافس على مقاعد البرلمان التي تبلغ نحو 329 مقعدا تختلف حسب طبيعة الترشح، فبينما تشتكي المرشحات المستقلات من الضغوط القبلية ونقص التمويل المالي لحملاتهن الدعائية، تحاول المرشحات ضمن قوائم الكتل والأحزاب تجاوز ما وصفناه بالتمييز بين ما يقدم لهن كمرشحات النساء وما يقدم للرجال المترشحين ضمن نفس الدائرة الانتخابية. ولضمان وجود النساء في هذا الاستحقاق السياسي يدعم مجلس تمكين المرأة في رئاسة الوزراء عمل منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان التي تطمح لرفع نسبة الكوتا النسائية من 25% من مقاعد مجلس النواب إلى 30%، وأن تشمل هذه النسبة شغل المرأة للمناصب في الحكومة والتي لا تتخطى وزارتين في الحكومة الحالية. المادة 49 من الدستور العراقي النافذ 2005 واضحة جدا، وهي أن تخصص مقاعد للنساء لا تقل عن 25% من المقاعد في مجلس النواب. طبعا هناك سعي إلى أنه هذه النسبة أو هذه المادة يتوسع نطاقها إلى مقاعد في المؤسسات الدولة. تتطلع المرأة العراقية إلى تمثيل أكبر داخل مجلس النواب العراقي، فبحسب الإحصائيات الرسمية فإن نسبة النساء المترشحات للانتخابات الحالية تبلغ 30%، في حين لم يتخطى نسبة تمثيلها في 4 دورات سابقة 25%، وهو ما تؤكد مختلف المنظمات الحقوقية تكثيف العمل عليه لضمان تحويل المشاركة السياسية للمرأة لحظة تاريخية فارقة في تاريخ العراق. نتحدث أكثر حول المشاركة النسائية في الانتخابات مع ضيفتنا من بغداد الوزيرة والبرلمانية السابقة والناشطة السياسية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة دكتورة بشرى زويني. صباح الخير عليك دكتورة بشرى. نبدأ معك، إنه كيف تقرأين واقع النساء في الانتخابات الحالية خاصة في ظل تراجع أعداد المرشحات من قبل النساء مقارنة بالدورات السابقة؟
صباح النور والعافية. ابتداء يعني قانون رقم 9 لعام 2020 النافذ حاليا، وهو يستخدم لأول مرة واللي يعتمد على أعلى الأصوات، حقيقة هذا جعل من المنافسة واقع المنافسة أو واقع المرشحات في منافسة شديدة، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنه في الوقت اللي ساوى من حيث التمثيل كل الأقضية والنواحي، جعل المنافسة شديدة على المرأة، لأنه سابقا كانت مثلا ممكن من مناطق معينة تصعد 2 و3 و4 نساء، لكن حاليا أصبحت دوائر انتخابية، وبالتالي كل دائرة انتخابية هي تكون حصتها نائبة واحدة، هذا جعل المنافسة شديدة. من جهة أخرى أيضا بكل أسف ضمانات الحماية للمرأة ضعيفة، يعني أقصد المرأة المرشحة، رغم وجود القانون، وجود الأعراف العشائرية، وجود اتفاق بين الكتل السياسية، لكن مع ذلك نلاحظ هناك تسقيط متعمد لكل من تخوض الانتخابات. بالقوانين أو بالانتخابات السابقة كانت أكثر التجاوزات شخصية فردية، لكن احنا لاحظنا أنه قلت هذه التجاوزات، يعني ما راحت أو ما تعدت للشرف والأخلاق بقدر ما هي التمزيق الصور فقط. لكن بنفس الوقت لاحظنا قنوات مأجورة، يعني بكل أسف شوهت من سمعة المرأة المرشحة، لذلك نشوف هذا التقليل في عدد المرشحات، بالإضافة إلى ما ذكرنا أنه طبيعة القانون الانتخاب الحالي جعل من المنافسة شديدة وشديدة جدا. 25% نسبة النساء ضمن نظام الكوتا. نظام الكوتا هو المادة 49 رابعا من الدستور العراقي يقول لا تقل عن 25%، 25% هذا صمام أمان، بالتالي البرلمان لا يمكن أن يعد دستوريا ما لم تكن هذه النسبة، ولكن قادرة هذه النسبة على الصعود، يعني ممكن تكون أكثر من 25%، وصارت عندنا في تجارب ماضية أيام الجمعية الوطنية وأيام الدورة الانتخابية الأولى كانت 26% بسبب طبيعة الأنظمة الانتخابية اللي كانت صديقة، احنا نطلق عليها صديقة للمرأة، وبالتالي هذه النسبة وفق هذا القانون الحالي قابل للزيادة، ولكن يعتمد على عدد المصوتين. نحن نتأمل انه يكون الترشيح او التصويت للأكثر للنساء، وبالتالي اذا ما حصل على اعلى الأصوات راح ممكن دائرة انتخابية تحصل على نائبة واحدة وفق نظام الكوتا، وممكن دائرة انتخابية تحصل على 2 أو 3 حتى، اعتمادا على اعلى الأصوات. كل ما كان أصواتها عالية كل ما كان تمثيل مساحتها أكبر من 25%. يعني دكتورة بشرى، بالحديث عن نظام ومقاعد الكوتا، هنالك من يرى أن هذا الشكل من التنافس لربما يقوم بحصر النساء في مقاعد الكوتا فقط، ويجعل يعني التنافس يعني أكثر مع النساء فقط وليس مع كل المرشحين. كيف ترين هذا الموضوع؟ يعني ما أعتقد هذا الكلام، يعني هي وجهات نظر، يعني أنا كباحثة وأكاديمية متخصصة بقضايا المرأة أجد من هذه القوانين لا تحصر المنافسة بين النساء فقط. يعني أنا واحدة من المرشحات كنت في الدورة الثانية وكنت نائبة، كنت أعاني من منافسة الرجال والنساء، لكن مثلا الدعاية اللي كان الرجال المرشحين يطلقوها آنذاك بأنه أنتم مضمونين من خلال الكوتا، وبالتالي ممكن أي أصوات تصعدكم، وهذا مو صحيح. لذلك هي المنافسة مع الرجل ومع المرأة، لأن هذه حقيقة هي معركة انتخابية سلمية. وجود أعلى الأصوات سواء للمرشحة أو المرشح، هذا هم رقم يتباهى به أمام دائرته الانتخابية، وبكرة أيضا يتباهى به أمام الإعلام. يعني فرق بين امرأة تصعد عن طريق الكوتا وبين امرأة حصلت في الأنظمة السابقة انتخابية، قاسم انتخابي أو عتبة انتخابية أو الباقي الأقوى، هذه كلها إلها دورها في قوة تلك المرشحة ومدى الأصوات اللي حصلت عليها. فبالتالي المنافسة حقيقة ليست مع النساء فقط، مع النساء والرجال، لا سيما أنه أحيانا تحصل المرأة على أصوات من الرجال ولا تحصل على أصوات من النساء، فبالتالي المنافسة بين المرأة مع المرأة والمرأة مع الرجل وهكذا. طيب خليني أختم معك دكتورة بشرى بسؤال.
عما ينقص الانتخابات العراقية اليوم لضمان تمثيل أقوى للنساء في المستقبل؟ والله احنا نحتاج الى قوانين صديقه، يعني مثل ما يعني ذكرت سابقا القوانين الصديقه هي تشجع من صعود نسبه النساء. انا اعتبر القانون الحالي الى حد ما هو قانون صديق، ولكن يعتمد على نسبه المصوتات او المصوتين للنساء. كذلك نحتاج الى ضمانات حمايه اكثر للمرشحه من حيث التنفيذ، نحتاج الى مثل هذه الضمانات الحمايه. من جهه نحتاج الى قوانين تمييز جندري، بمعنى أنه قوانين تشجع المرأة على الترشيح. على سبيل المثال عندما يقر قانون الدعاية الانتخابية يفترض أن يكون هناك قانون ينظر بكلتا العينين، أنه المرشح رجل وامرأة، وبالتالي احتياجات المرأة تختلف وإمكانيات وقدرات المرأة تختلف عن الرجل. هي تحتاج إلى دعم مادي، إلى دعم معنوي، نحتاج إلى معاهد متخصصة. صح مفوضية الانتخابات لديها معهد متخصص في التدريب، ولكن تدريب المراقبين، تدريب الموظفين الاقتراع، نتمنى أن يكون هذا التدريب يشمل كل من لديها رغبة في الترشيح. نحتاج إلى نساء قويات ذوات خبرة، وبالتالي لا يكون مجرد إكمال عدد، خاصة المستقلات اللي هن بعيدات عن العمل السياسي. كورك الوزيرة والبرلمانية السابقة والناشطة السياسية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة بشرى الزويني، شكرا جزيلا لك.